Bonjour chers élèves, bienvenue de la scène française pour la première année, un livre, un nouveau livre. مرحبا أعزائي الطلبة، درسنا اليوم للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. سبق وأن شرحنا التلفظ، النطق، نطق الحروف، تركيباتها، مقاطع الحروف أيضا، ومن ثم أيضا شرحنا الضمائر الشخصية. والضمائر الشخصية اللي هي الجو والتو والإل والإل والنو والفو وإلى باكس إلى بلوريال إلى بلوريال. الإل أباكس معناها الجمع للجمع، وإل أيضا للجمع للمؤنث. طيب، وأيضا أخذنا الفعل إتخ اللي هو فعل الكينونة، وقلنا يتركب مع الجو يصبح جوسوي. حاول نحفظه ذني، جوسوي أنا أكون، تو إيه أنت أو أنت تكون تكونين، إل إيه هو يكون، إل إيه هي تكون، ثم نوسم نحن نكون، فوزيت أنتم تكونون، وإل سون هم يكونون، وإل سون هن يكن. طيب، هذا ما يخص الضمائر الشخصية وكذلك تركيبة وتصريف الفعل إيتخ اللي هو فعل الكينونة، معناه يكون فعل شاذ في اللغة الفرنسية يحتاج حفظ، يحتاج نحفظه بأي طريقة نحفظه، وهو سهل في الكتابة وحتى اللفظ متشابه في ثلاث أماكن. طيب، بعد ما عرفنا الضمائر الشخصية وتعرفنا على فعل إيتخ، ممكن نقدم نفسنا للأستاذ، قدم نفسنا لواحد فرنسي، قدم نفسنا بأي مكان نتقدم له، نقول إحنا شنو، شو اسمي، أنا ما هو اسمي، أين أسكن، أنا عراقي أو جنسية أخرى، أنا طالب أو مهنتي مهنة أخرى، وكذلك عمري كم. طيب، لو قرأنا أمامنا بريزون تيفو، قدم نفسك معناها تقديم النفس، راح تقول عنك عن نفسك، عني أقدم، أقول جو سوي أو جو مابيل، أنا اسمي. أولا أنا اسمي جو مابيل أحمد، علي، نهى، سهى، نادين، أي اسم كان هو اسمنا راح نكمل به جملة. جو مابيل، جو مابيل فلان. ما هي مهنتي؟ جو سوي إتيديون، جو سوي إتيديون أو جو سوي إتيديونت، هاي الأو للمؤنث. لما نقول مذكر علي جو سوي إتيديون، بس إذا قالت بنية هي جاوبت قالت جو سوي إتيديونت، اللفظ أصبح إتيديونت مع المؤنث. الآن أنا شنو هي جنسيتي؟ جو سوي، جو سوي إيراكيان، جو سوي إيراكيان، ولو كانت مؤنث راح تصبح إيراكيا، ضاعفنا الأن وضفنا وضاعفنا الأن أصبحت مؤنثة، يعني تكتب بالشكل التالي جو سوي إيراكيا، إيراكيا تلفظ إيراكيا، واضحة؟ جو سوي تيديون، جو سوي إيراكيا. لحد الآن احنا بدنا نستخدم الفعل إيتخ في حالتين مهمة. إذا عدنا من الأول جو مابيل أنا اسمي، هذا الفعل أبولي سبق وأن ذكرناه، أصل الفعل سابولي، سابولي يدعى، يسمى سابولي يدعى. جو مابيل يقسم مع جو يصبح جو مابيل، مع تو يصبح تو تابيل، مع الإل والإل إل سابيل، مع النو نونو، أبولون بوفو أبولي، إل إل سابولون و إلو إل سابيل. نجي الآن عندنا ثلاث مراحل عبرناها، جو مابيل أنا اسمي، الخطوة الثانية جو سوي إتيديون أو جو سوي إتيديون، الخطوة الثالثة جو سوي إيراكيان. كل إي تا ناسيوناليتي، راح يكون السؤال بهذا الشكل بعدنا ما وصلنا هذا الموضوع، ما هي جنسيتك؟ كل إي تا ناسيوناليتي، ما هي جنسيتك؟ راح تقول جو سوي إيراكيان، أنت راح تقدم بدون ما يسألوك جو سوي إيراكيان، وأيضا الطالبة تقول جو سوي إيراكيان أيضا. طيب، السكن جو
حتى تصبح لوجود حرفي علة نختصر واحد جابيت. جابيت أنا أسكن بغداد حلة بابلون، ممكن يكون غيرها بابلون. وأي مدينة أخرى ممكن نذكرها. إذا اللفظ يصبح جابيت. سبق وأن ذكرنا أنه الآش حرف صامت لا يلفظ. الليتر موي، الليتر موي حرف صامت لا يلفظ. وبالتالي نتجاوز نصل للحرف اللي بعد اللي هو الآ فيصبح جابيت. جابيت بابلون، جابيت بغداد. طيب سألني لازم أقول له عمري كم؟ الآن العمر هو جي 12 ans. جي 12 ans. الأرقام سنمر عليها. إذا عمري 12 عام. جي 12 ans. الآن فقط نحفظ تلفظ ومن ثم نمر على هذه المفردات تباعا. إذا بريزونتيفو جو مابيل، جو مابيل، جو مابيل. جو سوي إتيديون، جو سوي إتيديونت، جو سوي إتيديون، جو سوي إتيديونت. Je suis irakien. Je suis irakienne. Je suis irakienne. J'habite à Babylone. J'habite à Halle. J'habite à Bagdad. J'habite à Basra. J'habite. J'habite. Oui, à harf jar. Ah. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 13 ans. J'ai 14 ans. اللي هو الفعل avoir مع العمر. سؤال العمر. كلاج آتو، كلاج آتو. سنصل لهذه التفاصيل أيضا. كلاج آتو أصل السؤال كان بهالشكل، لكن الآن احنا نحفظ فقط شلون نقدم نفسنا بشكل سلس وغير صعب. جي 12 ans، جي 12 ans، جي 13 ans، جي 10 ans. ممكن نقول أي رقم احنا نعرفه ونوصل له ويصبح الموضوع اللي هو بريزونتيفو تقديم النفس سهل. نقرا لي مرة أخرى أخيرة. جو مابيل، جو مابيل. ندى ممكن. جو مابيل سهى، جو مابيل سامر أو سمير. ممكن أي اسم كان موجود نذكره هنا من هذه الأسماء. جو مابيل، جو مابيل، جو مابيل. ونكمل الاسم. جو سوي اتيديون، او نقول جو سوي اتيديونت، جو سوي اتيديونت. جو سوي ايراكيان، جو سوي ايراكيان، جو سوي ايراكيان. مذكر مؤنث، ماسكولا فمنه، ماسكولا فمنه. جابيت بغداد، جابيت بابلون، جابيت بصره. إذا جابيت، جابيت، جابيت. والعمر جي 12 ans، جي 12 ans، جي 12 ans. هذا كل ما يخص شلون تقدم نفسك، شلون تعرف عن نفسك، شلون تعرف نفسك لصديقك، لزميلك، أيضا ممكن تقدم نفسك للمدرس أو أي ضيف أو زائر. بهذه الشاكلة وبهذه العبارات اللي ألقيناها عليكم. طيب الآن نمر على بعض الكلمات نحتاجها. ونروح للملزمة نشوف شكو بها أشياء نحتاجها. عندنا موضوع آخر هو الألوان. الألوان لي كولير. ممكن نرددها لي كولير، لي كولير، لي كولير. ما هي الالوان؟ ضروري جدا نعرف كل الالوان وراح تمر علينا شيئا فشيئا. لي كولير. نشوف امامنا هاي الالوان واضحه جدا. لي كولير، لي كولير. الالوان الالوان اللي امامنا ممكن ناخذها بشكل بسيط ومتسلسل. ماغون، ماغون، لفظها ماغون.
ماروني، ماغون، غوز، غوز وردي، غوز وردي. أيضا اجغي، اجغي رصاصي رمادي. وأيضا جون أصفر، هو أيضا اللون أصفر. جون، نعيد لفظها، ماغون، غوز، كغي، جون، جون. بلون، بلون، بلون أبيض. نوار، نوار أسود. روج، روج، روج أحمر، أحمر. بلو، بلو أزرق، بلو أزرق. فير، فير، التي ما لفظنا، فير أخضر، أخضر. أورانج، أورانج اللي هو البرتقالي، أورانج البرتقالي. فيوليه، فيوليه بنفسجي، فيوليه بنفسجي. إذا نعيد هذه الألوان ونشوف شو نقدر نجاوب على الأسئلة اللي موجودة في نفس هذه الصفحة. Les couleurs marron, rose, gris, jaune, blanc, noir, rouge, bleu, vert, orange, violet. راح نرجع نقراهم بشكل آخر بهذه الصفحة ونحاول نحفظ. Les couleurs. لا كولير مفرد اللون، واللون كلمة مؤنثة. لا كولير اللون. الألوان مارون، ماروني أو عسلي، مارون. بيج، بيج اللي هو اللون البيجي. وغوز وردي، غوز يبقى نفسه مذكر مؤنث. روج، روج أحمر نفسه مذكر ومؤنث. جون أصفر، أصفر جون. أورانج، أورانج اللي هو البرتقالي ونفس الكلمة مذكر مؤنث. أورانج، أورانج. بلون أبيض، بلون أبيض. بيضاء، بلونش، بلونش، بلونش. نوار أسود، نوار أسود. نفس اللفظ ولكن نضيف حرف الأو للتأنيث، للتأنيث. نوار، نوار. فير، فير، فير يصبح عند التأنيث فيرت، فيرت، فير، فيرت. مثل ما قلنا هنا نوار، نوار باقية. بلون، بلونش مؤنثة. أورانج، أورانج. ولكن فير، فيرت، فيرت. اللفظ اختلف. غري، غريز، غري، غريز، غري. غريز. فيولي، فيوليت، فيولي، فيوليت. هذه هي الألوان. أمامنا هنا ممكن نقرأ لوكاي دو فرانسي، دفتر الفرنسية لونه، ما هو لونه؟ أيضا لازم نشوف. اثنين، ينحل هذا أمامك مكتوب وممكن تكمل بالملزمة. لو ليفر دو غراما، كتاب الجرامر اللي هو أمامنا، لون تكتبه هنا ايه ونكمل تحت. لو كريون، لو كريون قلم الرصاص. لو كريون ايضا لون واضح. لو ستيلو، ايه لو ستيلو يكون لونه. لو ستيلو. لو ديكسيونير القاموس. لو ديكسيونير القاموس، ما هو لونه. لورديناتير، لورديناتير الحاسبه. لورديناتير ايه ايضا لونها. لو تابلو، لو تابلو هذه هي الحاسبه، عفوا هذه الحاسبه. لو تابلو السبوره، السبوره هنا لونها نوار، نوار. السبوره كلمه مذكره. لو تابلو من اللو، لو تابلو كلمه مذكره ولونها اسود. لا جوم ايه مساحه، المساحة لونها. ولا تروس اللي هي محفظة الأقلام، محفظة الأقلام يكون لونها مثل ما مطلوب. يجب التأكيد على الألوان وحفظها بشكل جميل.
مثل ما موجود الآن بالسؤال، regardez les dessins، انظر لهذه الصور، لهذه الرسومات، et complete، وأكمل les phrases avec le couleur. هذه الجملة اللي ذكرناها يجب أن تكملها باللون، محتاجة فقط نقاط اللون، كل شيء مكتوب بالجملة، لو ستيلو القلم اي يكون لونه كذا أخضر أصفر، أنت شو تشوف بالأقلام، يجب أيضا تحل هذا بالملزمة تستفاد منه. عندنا بعض الكلمات راح نعيدهن، نحتاجها دائما، نحتاج هاي الكلمات نحتاجها، اللي هي بونجور، بونجور سافا، افو، وهكذا راح نقراهن جزء جزء للتذكير للاعاده. بونجور سافا كملت الجمله، اصبحت ليست فقط بونجور ونتوقف، نقول بونجور سافا، صباح الخير، كيف حالكم؟ صباح الخير، كيف الحال؟ افو، انتم، اليكم. انترينيفو ا يوتيليزي سي اكسبريسيون، تمرن، تعلم كيف تستخدم هذه العبارات، هذه العبارات مع اصدقائك، مع زملائك، مع زملائكم. افيك فوتخي كاماراد، كاماراد معناها زميل. ابيانتو معناها الى لقاء قريب، معناها اوغوفوار، الى لقاء قد يكون بعد يوم. ابيانتو وقت قريب، راح يكون بالساعات، يحسب بالساعات، اوقات قريبه جدا، نقول ابيانتو ما نقول اوغوفوار، افوار، اوغوفوار بعيده، ابيانتو وقت قريب. طيب بعض الكلمات ايضا، سالو، سلام، سلام عليكم نيكولا معناها مرحبا، سالي ممكن السلام وممكن نقول مرحبا، ايضا الاستخدام مستمر. سالو، ممكن نقرا هذا الحوار شويه نتعلم منه بعض التلفظ. سالي نيكولا، مرحبا نيكولا، نيكولا اسم شخص منتهي بالاس بس هو مفرد، نيكولا، سالي نيكولا، مرحبا نيكولا. دومي غدا، فا تو على كلاس، غدا ستذهب الى الصف، فا تو على كلاس، كل يوم نقرا ولو مقطعين ولو جزء ولو كلمات الى ان يتوسع عندك المدارك وتبدي تحفظ كلمات ترددها بينك وبين نفسك مع زملائك، تصبح العمليه سهله. اذا سالي نيكولا، دومي فا تو على كلاس، غدا تذهب الى الصف، وي، جاوب نيكولا، قال وي نعم، جوفي، اذهب. الوغ ابيانتو، حسنا الى اللقاء. ابيانتو هاي الكلمه نفسها، نفسها ابيانتو قريبا، ابيانتو، اوغوفوار الى اللقاء. ابلو لاحقا، فيما بعد. جو سوي اون روتار، اذا حصل كلام راح تقول انا متاخر، انا ليس لدي الوقت الكافي. جو سوي اون روتار، انا متاخر. جو تو فوا ابلو، ساراك فيما بعد. جو تو فوا ابلو، جو تو فوا ابلو، ساراك فيما بعد او لاحقا ساراك. ايضا نعيد ونكرر كلمة سافا، معناها حسنا، كيف الحال، كيف الامور. سافا، كامون سافا، وي سافا بيان، سافا بيان. الى اللقاء، اللي هو من نقول الى لقاء قريب. هذا كل اللي يخص هذه المفردات، الالوان، ضمائر الشخصيه، تقديم النفس نعتبر اخذناها، والالوان ايضا يجب حفظها املاء، والسبب لان راح تكتب املاء يجيبها على شكل مفرده مذكر تحولها الى مفرده مؤنث، راح نمر على هذا الموضوع في دروس لاحقه ان شاء الله. فيجب حفظ الالوان كتابه يعني املاء وتحويلها من المذكر الى المؤنث، وكذلك المهن اللي ذكرناها، ذكرنا فقط اتيديون وقلنا يصبح اتيديونت، وذكرنا ايضا الجنسيات واحده فقط اللي هي ايغاكيان، وتصير بالتانيث ايغاكيان. فيما يخص هذه المفردات اللي هي بونجور، هذه نتعامل بها يوميا، بونجور، بونجور، كومون سافا، سافا بيان، سافا بيان ميرسي،
نو سوم كونتون دو فو اتر. الطلاب يقولون للمدرس احنا سعداء ان نراك في الصف. نو سوم كونتون دو فو فوار. نو سوم كونتون دو فو فوار. او يقولون ميرسي ميرسي ديتر ايسي. شكرا لوجودك معنا. فاذا هاي المفردات راح نمر عليها تباعا، وكل مره نضيف كلمات اخرى لمفرداتنا اللي نستفاد منها لاحقا. Merci à votre attention. Je suis content de vous voir. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.